Welcome to First Arabian Ninja website, ninja.com. Created by Master Abdullah Minor. Enjoy. اتصل كل عام وانتم بخير وخلاص انتهى الفيديو. موضوعي اليوم هو مهم لكل ممارسين فنون الدفاع عن النفس ولكل من يفهمون مبدأ الصحة. اوكي انه رمضان ساعدوني كمان في الكلام اذا انا خطيت او شيء او زليت كلمة. يعني انه رمضان معروف الصيام، ايش فائدة الصيام؟ صحة الابدان. صحة الأبدان، صح؟ بعيد إنه عبادة ما عبادة، نتكلم عن الالتماس الجسدي إنه صحة للبدن. هذا صحيح ومليون في المية ما عليه غبار، ولكن لما قال الصيام للأبدان وصحة الصيام صحة الأبدان كان زمان لما كانوا يعرفون كيف كانت تقسيم الأكل والغذاء. صح؟ الآن الصيام ليس صحة للأبدان للأسف الشديد في العادات الآن. الآن الصيام، أوكي أديكم أكبر مثال، أنظر لشعبان وأنظر لشوال، كيف نشاطكم؟ كيف نشاطكم في رمضان؟ فرق شاسع، تحس بخمول، تحس بطفش، تحس بعدم القدرة على اللي يعطيكم الصحة والنشاط هو العبادة الآن، صح ولا لا؟ ولكن تخيل إنه ما أعرف إيش أقول، ولكن سبب وضع الفيديو هذا هو تحتم عليها وواجب عليها إعطاء السر الحقيقي للنينجا في رمضان، كيف حتسوي أو كيف حتتصرف. واحد طبعا قبل رمضان وبعد رمضان وفي رمضان، يجب أقول يجب ولا بلاش، قبل ما أخش ليجب ركز معايا، قبل ما أخش ليجب أسأل سؤال واحد. شربت اليوم ايش؟ سانكويك. شربت اليوم على الفطور شيء؟ لا مايونيز. عشان كنت في الحرم ما شاء الله امس. مشكل. المشروبات اهم شيء، ركز معي المشروبات الان. اوكي. سوبيا. اوكي. توت. يا سلام. اوكي. سوبيا. بس عصيرات ما تشرب. اوكي. مو يا بس زمزم. طيب. ها؟ سوري سامبل. اوكي ممتاز، هذه اوكي. اوكي طيب نجي لل يجب، انا وقفت عند يجب. يجب عدم شرب التوت مع الافطار في رمضان، يجب عدم شرب السانكويك في رمضان، يجب اذا تبغى تكون نينجا. انتبه، اذا تصبح شيء اخر اشرب زي ما تبغى، ما لي دخل. بس طالما انك تبغى تفهم استراتيجية النينجا بالامانة اقول لك ممنوع التوت وممنوع السانكويك وممنوع المشروبات البودرة نهائيا 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 في رمضان. لماذا؟ لست دكتور ولكني متأكد مليون في المية انه هذه الاشياء هي لمعدتكم فاضية طوال اليوم، بعدين فجأة تختلف في السيستم اللي في حاجة جسدك بحاجة لانه جيعان طوال الوقت، فلما تيجي تأكل أو لما تدخل شيء لجسدك الجيعان تدخل أشياء غير مفيدة، فبالتالي تهدم ديناميكية الجسم بالكامل، يجيب خمول بالكامل، يروح النشاط، مع الأيام تقل الصحة، وزن زايد على الفاضي، كسل بعد الإفطار شيء مو طبيعي. أوكي شوف إيش دخلت في جسدك. من الموصي في الصيام أصبح علينا فريضة، واجب صح ولا لا؟ ومعاه تمر، صح؟ تمر وين؟ قهوة أو لبن أو موية. أوكي طيب ليش زمان ما حطوا هذه الأشياء؟ ما شو توت مدري موجودة
طبيعة رب العالمين موجود من زمان، ولكن لحكمة ولفراسة ولمعرفة ما هو الشيء الصحيح لهم. أوكي؟ احنا كلما كثرت النعمة شيء طيب نحمد ربنا عليها، ولكن يجب أن تكون بحدود، لأنك عندك واجبات أخرى لم تخلق لأجل أن تأكل، صح ولا لا؟ صح. عندك إيش؟ عندكم واجب في رمضان، كان في حروب هناك، صح ولا لا؟ فكان أكلهم محسوب عليهم، يجب أن يعرفوا كيف يأكلوا حتى يتحركوا في رمضان. أوكي؟ فكان أكلهم موزون موزون موزون. أنت هنا أنا أتكلم كنينجا، لديك النينجا معروف أنه أكثر رياضي، خلينا نقول أنه مهتم جدا بالصحة العامة وليس فقط بالتكنيك الحركي. أوكي؟ هذا النينجا. إذا مهتم بالصحة العامة فأنت بحاجة لأن تبعد، أنا لا أحارب هذه الأمور جود مجدود، ولكن لم تخدمك في مجال النينجا وحتنهي مسيرتك بسرعة. إصابات، أولا قبل كل شيء الناس كثير يتكلمون عن الطاقة، صح ولا لا؟ نريد الطاقة، نبغى الطاقة، نبغى الطاقة. أنت تعلم أن الطاقة الحقيقية موجودة أساسا في سنتر الجسد، ليس في على الرأس وليس في القدم، في الوسط، في الوسط. أوكي؟ أين كرشتك؟ في الوسط. أوكي؟ إذن حينما تكون الطاقة في هذا المكان وتكون البلاوي اللي تخزنها في هذا المكان، معناته دمار شامل. أوكي؟ ما في إنرجي، فينش دان، خلاص. واضح؟ حافظ على وسطك، لأن وسطك هو السر الحقيقي لاكتساب أي مهارة في الحياة. الوسط، كلما كان وسطك جيد كلما كانت المهارات سهلة عليك، كلما كانت التحركات سهلة، كلما كان طاقتك أوكي، كلما كان نشاطك أوكي، كلما أصبح إلى آخر. خلصنا المشروبات؟ نوتوت؟ سوبيا. أوكي أوكي أوكي، ما في مشكلة، سوبيا أوكي، ولكن في سوبيا عن سوبيا، وهذه غير عند رب العالمين. من أنت عارف من اللي يسوي السوبيا ومن اللي يسوي السوبيا؟ فاهمني؟ واضح؟ إيش يسموها هي حقين؟ سوبيا ديش وسوبيا ديش؟ الخضرية. الخضرية. طبعا في ناس الحين ما شاء الله من كل مصر من الجزائر من ما يعرف إيش السوبيا. السوبيا هي عبارة عن مويه مع عيش مخمر، شعير، هي عبارة عن سر سعودي خاص اوكي يخدم المواطن السعودي في افطار رمضان. عموما لا بأس به، تبغى تشربوه شربوه اوكي، ولكن نو توت. قمر هندي، قمر هندي، ما ادري ايش يسموه، نسميه قمر هندي، يسموه حمر. اوكي جود جود، تمر هندي كويس كابتن، جود ممتاز جدا 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 جدا. طيب كابتن سؤال معلش. طيب زي المشروبات الطازه زي البرتقال اناناس، ممتاز جدا 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 هذا اوكي، لانه تعيد للجسم ما فقده اثناء الصيام. اوكي ممتاز جدا، ولكن بعد الافطار، بعد الافطار يجب ان تاكل شيء بسيط حتى يتعدل ميزانية الجسم شوية، يرتاح، صلي المغرب، يرتاح، بعدين تبدأ جسم يشتغل، جسمك يصير خلاص مستعد، يقدر يستقبل، يقدر يستقبل لك. أوكي؟ لكن بعد الإفطار وأنت صايم بوم كذا قاعدة تتعب على طول جسم فينش، لكن كنت تروح المسجد وأنت تمارس أسلوب الجيم عارف؟ واضح؟ الأحسن إنه الأفضلية. معليش طولت في الكلام ورحت يمين ورحت يسار، المشاهد مو عارف إيش قاعد أقول لأنه أنا بشد أكثر من كلمة في راسي. فخلاصة الموضوع، خلاصة الموضوع إنه ممنوع شرب، ممنوع إذا تبغى تصير نينجا، ممنوع توت، ممنوع شو يسمونه سانكو، الأمور هذه البودرات هذه والتانج عصير البرتقال كلها ممنوعة، ممنوعة لأنها عبارة عن سوائل تنفخ الجسد. بعد الإفطار تخلي الجسد كورة خمولة، أوكي؟ فبعد عنها. بعد رمضان أيضاً بعد عنها، بدلها بالمشروبات الزازة اللي قلتها قبل شوية، الطازة، أوكي؟ ركز عليها.
هذه هي المعوض. الثاني لا تلومني لوم امك في البيت، لا تلومني ولا لوم اخواتكم اللي في، لا تقولوا لي انا مالي، هم اللي سووا لك المحجنات مش انا. اوكي صح تمام. هم هذول اللي يعرفون سبب عبادتك، لانهم هم اساسا نينجا بالفطره. فالنينجا دائما زمان كان يسوي الاكل بالسم في الاكل وما ادري ايش، ويحطوا المحاربين ياكلون يموتون قبل الحرب، فهمتني؟ فهم اساسا هذول مكر النينجا والساموراي والمخططات، فهذول الان هم النساء في البيت يخططوا يسووا معجنات عشان ايش؟ ينام بعد المغرب واخذ المحفظه فهمتني؟ فبعد عن المعجنات السمبوسه وال ايش يسموها؟ حتى لاني انا ما اخذها ست نسيت اسمها. المقليه. ها؟ المقليه. والمقليه نو مقليه، لا سمبوسه لا مقليه لا معجنات نهائيا. نو حلا، مره رمضان اتكلم عن رمضان ما في حلا. تبغى تكون نينجا؟ اي قصدي احنا الترامبول والقنابه. استنى استنى الان ما ضحيت من الفجر لين المغرب؟ صحيت ولا ما ضحيت؟ ضحيت. ها؟ ضحيت. نسفت كل شيء اوت، ما في اي شيء دخل في بطنك نهائيا ولا شيء في جوفك جاء، صح ولا لا؟ صح. انا فقط ما طلبت منك انك تضحي كل التضحيات زي الصباح لله، فقط اشياء بسيطه ضحي فيها في الاكل. اوكي هذه الاشياء، ماذا تدخل بداله؟ جواب ممكن كابتن معليش. نعم. التمر. أوكي. حلو. هذه يعني إذا بكثر تمر يعني بكثر تمر يعني كم حبة؟ التمر عبارة عن سكريات، والسكريات شيء مفيد للجسد شيء ثاني، عرفت؟ أنت بحاجة إلى طاقة، طاقة ركز معي، بحاجة إلى طاقة، طاقة مش باب، طاقة طاقة. أوكي فالتمر مليان طاقة ولا لا يا شباب؟ صح مليان طاقة يا سيد، مليان طاقة. اوكي اكثر من التمر، اكثر قد ما تقدر، مويه قليل تمر كثير مخ كبير بس. اوكي بطن صغير. اوكي اوكي واضح. تمر ماء، وايش كمان؟ طيب القهوه كيف؟ القهوه فنجان، ممكن فنجان نمشي، ممكن فنجان واحد، شويه لحم لا باس، شوربة نايس، سعرات حرارية عالية جدا جدا، كربوهيدرات فوق، مكرونة اوكي مكرونة كربوهيدرات عالية اوكي، مكرونة سعرات حرارية اوكي نايس، بليلة اوكي ما هي ذاك الشيء، بس انه اوكي ما هي، ما اقدر اقول عليها نايس، اقدر اقول لا بأس. والسبانخ ينفع؟ والله نسأل باباي. اوكي الخضار مهمة جدا في مائدة رمضان، الخضار عيدام عيدام مشكل، هذا خضار لا تخبص الدنيا عشانك جيعان. عارف اسمع، قسم زمان 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 اللي هو قبل امس، يعني قبل ما تفهم الفيديو هذا زمان، اوكي قبل الفيديو هذا كان هو عبارة عن افطار بعد الفطور افطار، الان من بكرة او لمن يريد ان يكون نينجا جرب يوم واحد، فجرب يوم بعدين احكم انت، شوف اوزن طاقتك، لا تطبق التكنيك هذا، افطر طبيعتك واوزن طاقتك، اليوم الثاني طبق ما اقوله وانت حتشوف الفرق. اوكي والمويه تكذب الغطاس. بعد ما تفطر فطورك العادي اليوم الثاني ايش تسوي؟ تبدا بالتمر، لا تروح للمويه على طول، اول شيء التمر، تمر حلو شوي. اوكي بعدين قليل من الماء، هدوء، جلوس ثواني، تبى تقوم تصلي صلي، وقبل ما تبى تصلي تبى تستلم شوية شربتين ملعقتين ثلاث أربع خمس، قوم صلي، أرجع شويتين. إيش ما أعرف أنا بعض القبائل أو العادات، كل الناس لهم أنواع معينة من الأكل على الطاولة موجود أو على المائدة، فأنت يجب عليك أن تحضر أو تستعد تجهز أكلك قبل أن تفطر. إيش تبغى تفطر اليوم؟ أوكي؟ فتاخذ الورقة وتبدأ تخطط. يلا نضيف الورقة عشان الشباب اللي هنا يسجلوا. الخضروات نبدأ بشوربة الخضار. الخضروات. شوربة. شوربة
شوربه تمر مكرونه التمر مكرونه تمر مويه مويه زمزم ممتاز اللي ما عنده مويه زمزم يا حرام حزن عصير طبيعي عصيرات طبيعيه برتقال طازه الشوط الثاني ركز معي الشوط الثاني عصير الشوط الثاني الشوط الثاني العصيرات الطازه هذه الشوط الثاني وليس الشوط الاول من ضمن السوريا طبعا يعني مين من البدايه طبعا اي مش على طول تاكل تلت فيها هذه تخليها بعد تعود من المسجد وبعد ما تصلي اوكي تبدا للشوط الثاني وتخليها في اخر شيء بسميتوه حلا سميتوه حلا ايش الحلا عباره كان عندكم اول كنافه بقشطه كنافه ما في كنافه نهائيا ترمبه ما في ترمبه بسبوسه ما في بسبوسه ما في لا ركز معي الحين انا اتكلم على الافطار الحين ما تكلمت على العشاء اوكي اتكلم على الافطار ما في ترمبه ما في على قولك ركبه ولا كوع ولا ما في شوربه تمر خضار خفيفه اوكي اذا مات لا باس بلحم صغير لا باس باي حاجه تعيد للجسد توازنه بعدها ننتقل للشوط الثاني اللي هو بعد الإفطار ب 45 دقيقة بساعة ساعة ونص يبدأ الشوط الثاني الشوط الثاني تقدر تسك تكمل الشوربة بالكامل تقدر تاخذ تعرف الرجلة تقدر تسك الرجلة زي ما تبغى تقدر تاخذ الملوخية تقدر تاخذ الحلبة تعرف الحلبة عدس ينفع الخميرة عدس ما ينفع؟ العدس جوعتوني ايش في ثاني؟ ها؟ فول لا الفول لا الفول مرة ما ينفع الفول شوف هو عشان الفول الطعمية هو عشان فلسطيني الفول الطعمية ال- 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 الفول هو أهل الفول اللي هم عارفين أنفسهم في العالم تجي ما بقول أي نوع من ال- ال- الناس أوكي الفول ممنوع في رمضان ما ينفع مره يعني ايش ناكل صح ايش كابتن في ناس في المغرب في رمضان ياكلوا برضه رز ودجاج رز ودجاج في الفطور ممنوع ممنوع تعرف ايش يعني ممنوع يعني من المحرمات عند النينجا من المحرمات من النواهي عند النينجا انت تبغى تعرف اسرار النينجا هذه اسرار النينجا اوكي لا تاكل لانك ان اكلت لن تصبح نينجا ابدا تاكد النينجا عباره عن ماكينه محاربه اوكي اله حرب فهذه الامور ابعد عنها نهائيا انك انت ما تصبح سوبر في الفايت سوبر في الاداء سوبر في العقليه وليس اكلته اوكي اللي بياكل فول المهم نكمل الشوط الثاني تمر تبغى تكمل كمل قول لي 7 8 10 لو 20 كمل اوكي بعدين نجي لاستراتيجيه مهمه جدا 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 اللي هي معرفه الصحه عند الانسان في بعضهم واحد يقول لك طيب انا متين هل هذا يمشي معايا واحد يقول لك طيب انا نحيف هل هذا يمشي معايا واحد يقول لك انا متوسط الجسد هل هذا حيزيدني ولا حينقصني ولا حي ركز معايا الانسان في ناس عندهم سكر في ناس عندهم ضغط وفي ناس صح ولا لا صح وللاسف لما يجي الافطار يخبصوا الدنيا اهل السكر يزيدوا واهل المدرمين يزيدوا واهل المدرمين ينقصوا واللي بحاجه للمدرمين فيختلط كلها فانت بحاجه لاتباع السيستم اللي انا اقول لك عليه بعد ما توصل بعد العشاء خلصنا الشوط الاول فهمتوا؟ فهمت الشوط الثاني بعد العشاء لا تنسى ان جسمك ما اكل من الصباح صح ولا لا تستنى بالسحور لا تستنى بالسحور ايضا وجبه متوسطه بعد العشاء بعد التراويح وجبه متوسطه يعني سكر لك ايش باقي بقي شيء من الافطار ولا خلصت عليه خلاص هنا السؤال الزيتون شوربه ممتاز يعني الله اقسم على الزيتون والتين والزيتون اوكي فما حقه إلا لسبب أوكي إنه صحي في جميع المواسم
في جميع الأوقات، الزيتون مفيد جدا. نتكلم عن الشوط الثالث اللي هو بعد العشاء. الشوط الثالث بعد العشاء تصير تأكل، إن تبقى شيء من الشوربة خلص عليها، وإن لم يتبقى تستطيع أن تسوي شوربة وتأخذها، تستطيع أن تسوي مكرونة. تذكر قانون واحد في رمضان أو قبل رمضان أو بعد رمضان، لا تأكل حتى تشبع، يجب أن تقوم قبل أن تشبع. قبل ما أشبع أقوم؟ لا تأكل. لا يعني لا تأكل لين تشبع، يعني حتى تشبع، حتى تشبع أو تشبع، احنا نقول تشبع يعني شوية مصطلحاتنا غريبة شوية. أوكي، إلى يعني لا تأكل إلى أن تمتلئ تماما أو تكتفي على الثلث أو النصف لا بأس. أوكي، دائما دائما في رمضان، قبل رمضان بعد رمضان، كل إلى كم مرة. سعيد أنا تلاحظني أجلس معاكم وأقوم كم تكبل حتى خمس دقائق. أوكي صح، خمس دقائق ما يكمل. هذا هو أكلي، عرفت كيف؟ لأنه بحاجة لأن أقوم بواجب. بعض الناس يترس إلى أن يكتفي والتاني ما يقدر يسوي شيء، تم فينش خلاص، أصبح زي الخرتيت، واضح؟ زي الجاموس، مخه وقف، بطنه اكتفى، عارف؟ قبل شوي كان عنده مشروع بيسوي، طاح الحطب خلاص ما عاد بيسوي شيء. ليه؟ لأنه امتلأت المعدة، وإذا امتلأت المعدة وقف العقل، تم خبصها دهن، فهمتني؟ فيجب أن تأكل إلى أن تهدى شوية، سد جوعك، وبعدين تقوم بواجباتك. هنا يجي الشوط ما بعده، تقوم تأكل شوية وتتحرك، فاهمني؟ أبداً لا تمتلي. تعرف متى تمتلي؟ متى تأكل لين تشبع؟ السحور؟ لا، السحور أيضاً أكبر غلط إنك تأكل. بعض الناس دحين على باله عشان يخزن حق الصباح، عارف ليه؟ كذا غلط، كذا معناته حتروح الحمام سريع. وإذا رحت الحمام سريع خلي ها؟ معناته نزلت حمولاتك هناك، طيب عاني اليوم كله، فهمتني؟ عاني بالجوع، واضح؟ فيجب أن تفهم استراتيجية أنك تأكل قليل شوية، مو قليل 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 كما تفطر، تأكل وسط شوية، ستوب، فهمتني؟ وبعضهم على باله أنه يشرب موية عشان والله يروح العطش، عارف؟ أيضا ها؟ أي روح أرمي كل هناك، أوكي؟ وقعد حط يدك على خدك ويجي المغرب، أوكي؟ قليل حتى ما تنزله، فاهم؟ انت ما ينزل هناك في الحارة الثانية، عشان يبقى عشان يبقى معاك إلى المغرب، أوكي فاهمني؟ يبقى معاك، لكن لما تكثر معناته لازم تفرغ، ولما تفرغ هتفرغ اللي شربته كله معاك، فاهم قصدي؟ بالتالي يجب أن يوازن الدم، يتوازن الدم في الجسد، وما بتدخل في مجال صحة وما صحة، وما ما لي دخل في الأمور هذه، ولكن هذه استراتيجية الموجة. أوكي؟ أي سؤال؟ طيب أرفع صوتك أنت بتقول وأنا أعقب على كلامك. أوكي سؤال سؤال لا هو أنا راجع أنا راجع. أوكي، واحد الإفطار قليل تمر، ما قليل لحم شوية أو شربة شوية، إناف ستوب إلى أن تسد جوعك، قم صلي، عود، واضح كده؟ الشوط الثاني أكمل كل، طبعا هذا كله بعيد عن المعجنات وبعيد عن المحجبات وبعيد عن السوائل، هذه الحالة بس اللي يسمونها العصيرات الغير طازة، ولا هذه كلها أوت، فهمتني؟ هذه على جنب، عرفنا المحرمات بعد عنها، الآن على استراتيجية الأكل. اوكي، قليل تاكل، الشوط الثاني سريع، تاكل الى المنتصف، الى حد يعني مو ايش اسمه قلت لك ايوه، الى قبل شويه، قبل الى ان تحس انك قادر انك تتحرك. ثاني شيء نو سدحه، بعد الاكل ما في انسداح،
تحرك شوف دي حركة. رجل أمسك الريموت وأقلب ما في ما في عارف سوي لك أي حاجة، ما بقول لك أجهد بنفسك ولا بكذب عليك بقول لك تمرن ولا بسوي لك أي شيء، كل اللي عليك أن تسوي أي شيء في البيت لا تنسدح، لأنك إن انسدح أصبح الشيء هذا اللي أكلته كله ضدك، افترض أنك تحرقه حتى يصبح طاقة. أوكي؟ الغذاء اللي بتاكله هيصبح طاقة إذا تحركت، إن لم تتحرك هيصبح أشياء متراكمة ومتراكمة على الفاضي. واضح؟ بعض الناس يفكر مفهوم الحركة إنه تمرين، لا، أي شيء أي شيء أهم شيء إنك تبعد عن الانسداح. أوكي؟ واضح؟ يجب أن تهضم، يجب أن تهضم، حينما تفكر فأنت تهضم، حينما لما تفكر قاعد تصرف طاقة، لما تسوي أي شيء تصرف طاقة، حينما تصرف طاقة معناته الطاقة اللي قاعد تصرفها بحاجة إلى غذاء حتى تطحنها حتى تتحرك، فإن إذا انسدحت ما سويت أي شيء معناته الطاقة اللي أخذتها لم تتحرك، وبالتالي أصبحت طاقة خمولة وتصبح ضدك في التمرين. أوكي؟ لن تخرج أبدا، لن تخرج. الشوط الثاني زي ما قلت كل إلى أن نص يعني نص وصل. بعد النص شوية أوكي كفاية زي ما قلت بعيد عن الأمور الثانية. بعدين يجي دور الصلاة التراويح، خلصنا صلاة التراويح هتلاقي نفسك جيعان، وحذكرك هتلاقي نفسك جيعان، هنا لا تنفرد، لا تكون من جعلك. أوكي؟ كن ذكي على الأكل وليس ننجا، كن ذكي. أوكي؟ كل إلى أن قبل أن تشبع ستوب. بعد التراويح إيش الأكل اللي ناكل؟ أي شوف الأكلات خلاص معروفة إذا ما بعد التراويح بعد أي شيء من الأكل شربة ما شربة سعرات حرارية عالية. أوكي؟ اللي فيها سعرات حرارية عالية. طبعا أنا لو بتكلم عن السعرات الحرارية حخش يا الله يمكن انتهي الفيديو بيطول معي 4 ساعات 5 ساعات، فبالتالي ما حد بيتفرج كله. فعشان كذا وقت ما حسيت انك بحاجه لمعرفه السعرات الحراريه ادخل على اي انترنت واكتب الاكلات او مشتقات الاكل التي تحتوي على السعرات الحراريه، حيطلع لك يمكن بالهبل صح ولا لا؟ فركز عليها. اوكي، لا باس بالقليل من الرز، لا باس لا باس، ولكن كبسه ما كبسه نوعين، فاهمني؟ بعض الناس ما شاء الله عندهم عاده حلوه وضع خروف نو ذبيح لحظه. اوكي سمك جود. اوكي سمك اوكي. السبانخ مو السبانخ الرجله الخير الكوسه كوسة. الكوسه بالبخار مفيده جدا في رمضان. اي اكل في رمضان يعتمد على البخار كذا، بطاطس مسلوق كذا. اوكي اي شيء على البخار اوكي كذا ممتاز جدا اي شيء. عرفت؟ بعدها بعد الوجبه الثالثه عندكم وجبه رابعه، متى السحور تقصد؟ متى لا قبل السحور يعني قبل السحور عندكم وجبه رابعه خفيفه، او بعضهم راح يسموها في ناس بعض الدول بعض بعض الدول الثانيه يسموها تحسينات تصبيرة تعويض أو أي آخر شيء آخر أو احتياط أو نقنقة هي نص الليل كذا. يا سلام ممكن تأخذها زي الحين بعد التمرين، شايف الآن وش وقت السحور؟ الساعة واحدة تقريبا. كم وقت السحور الآن؟ بإمكانك تأخذها الآن إلى السحور يجي، وبعدين إيش؟ خش يا تأكل إلى قبل الشباب حتى السحور. حتى السحور. السحور ممكن أرز. أرز السحور. طيب كابتن. كابتن. طيب. والله أنا شوف أنا بخرجكم من نمط الشعب السعودي إلى شعب نينجا. وأنتم مصممين على الأرز. طيب كابتن كابتن. الشاي الأخضر. السحور طبعاً. الشاي. الشاي لا رمضان ما في شاي. ما في ها؟ شاي في رمضان ما في. دوش. دوش لماذا ما في شاي في رمضان؟ نعناع ولا نعناع ولا هم يحزنون لماذا؟ لماذا؟ خليجيين هذا الحين حاقدوا عليه والله. اوكي مع عشان كذا النينجا صار شروطه صار ليه؟ لانه الشاي يشيل الحديد من الجسد، وفي رمضان انت بحاجه الى اكبر نسبه من الحديد،
واضح؟ واضح. فنو تي ما في شاي، واضح؟ واضح. ما في قهوة قهوة ما في، منبهات ما في في رمضان، واضح؟ واضح. إيش اللي فيه في رمضان؟ بجانب القرآن وبجانب ختم القرآن وبجانب السلم والسلام وبجانب الابتعاد عن المسلسلات وبجانب الابتعاد عن الأذى والشهوات وعن المعاصي والمنكر، ابتعاد عن هذا كله، ابتعاد عن الغذاء السلبي. يركز معايا، مين فيكم بتفكر في الموضوع هذا جميع في كل رمضانات السابقة، الابتعاد عن الأكل السلبي؟ ما في، كلنا نفكر في إنه الابتعاد فقط عن الحرام، الأشياء أما البطن لا حلال كل شيء لا. أوكي، معدتك عليك حق، بدنك عليك حق، فيجب أن تخاف الله في المكينة اللي جواتك وتطعمها بموزون، مو عشان الجيعان تقوم تدمرها، فاهمين؟ تخيل أنتم تفكروا في واحد، أبغاكم تفكروا في مكينة صنعوها البشر دامت مئات السنين كلها تسخن بوم باي باي. أوكي، شوف المكينة اللي دخلها الله داخل جسدك تحضن وا 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 وشغاله معاك لين تروح قبرك وهي معاك مات. اوكي، فقط يخربها شيء واحد، الناس اللي ما يعرفوا قيمتها، وزي المكاين اللي مثلا ماكينه السياره عندك تحط فيها بيبسي من عندها عصير توت ما ادري ايه، وانت بالسياره تمشي، فهمتني؟ جد اتكلم صح. فعشان كذا يجب عليك، في بعض الناس يقول لك يا اخي والله العظيم انا صار لي 10 سنين اتمرن فنون دفاع عن النفس، ما قدرت اجيب الحركه الفلانيه، ما قدرت اشقلب كثير صح، ما قدرت اشقلب، ما قدرت، ما ادري ايش السبب، وسطك سيء يا ابو الشباب، وسطك سيء. اوكي، ما يهمني نحيف متين، وسطك في بلاوي زرقاء غير متزن من جوه خربان كله، لانه اكلك كله يثقل من هنا، يثقل الوسط، الثقل دائما ما يبان بالوزن، يبان بجدار المعدة، فاهمني؟ ماذا بداخلك؟ دمك صار ما هو متصل مع بعض، تكسرات في الدم، واضح؟ صفائح الدم عندك ما هي اوكي، اشياء كثيرة في جسمك ما هي اوكي، بسبب انك تدخل في جسمك اشياء تعدم الماكينة هذه، فبالتالي لما تسوي في اي حركة فيها انقلاب خلفي او فيها انقلاب امامي او جانبي، هتحس انه واضح، ما في اتزان، ما في مشاكل كثيره. السبب اللي هو فيما تدخله في داخل هذا الجسد. البيتزا من المعجنات؟ من المحجبات، نعم. نعم، البيتزا تعتبر من المعجنات، اي شيء يدخل فيه عجين معجنات، حتى الخبز. تؤمن بالله انه الخبز اللي هو الخبز عاده انت ما حد ياخذ ايدام بدون خبز، اوكي؟ فالخبز يجب ان تختار الخبز يكون دخل اللبناني كويس، او الخبز الاسمر. اوكي، زي انا انت محروق خميره عارف زي نايف. اوكي، الخبز الاسمر احفظ شكله، ها اسمر، ها طيب. فهذه الاشياء كويسه، لانه اي شيء العيش الشامي الأمور الثانية هذه كلها تعتبر معجنات، وبعدين بنسبة عالية. معلوم كلام؟ أوكي. أي سؤال؟ أي سؤال؟ ما بقول لكم جوعتوني أنا قاعد أتكلم، عارف؟ بس خلاص؟ سؤال أوكي. بالنسبة لي مثلا بالشوط الأول أو الثاني اللي عم يدمج العصير معنا، في شيء خير مسبب شيء مشكلة؟ شوف، ما هو نوع العصير؟ لأنه في عصير بيكون ثقيل على المعدة. اوكي، وفي عصير بيكون مفيد ليغذي الجسد بفعل، فما هو العصير اللي نتكلم عنه؟ مثلا اوكي ممتاز، بس لا تكثر في الشوط الاول او الثاني، لا تكثر، يعني ممكن تخلي هذا الوجبه الثالثه، ممتاز. اي مع لا يعني مع الاكل، اوكي، لانه اوريدي جسمك اصبح عنده قابليه لل، أنا بعطيك مثال، ركزوا معايا شوي، ركزوا معايا تمام. أول ما تصحى من النوم، أول ما تصحى من النوم، تخيل مدى النشاط اللي فيك. في؟ ما في نشاط. عندك قابلية تسوي أي شيء؟ أبداً.
طيب جسدك كان نايم طول اليوم، عنده قابلية على إدخال كل شيء أو يستوعب كل ما يدخل بجسده؟ لا. فبالتالي حتكون أنت تدمره، فهمتني؟ متى أنت لما تصحى من النوم، ركز معي، لما تصحى من النوم متى أنت تحس أنك أنت أصبحت فريش، رايق، جاهز للتمرين، جاهز ها؟ بعد ما تفطر يمكن، بعد ما تريح شوية، بعد ما بعدين تحس أنك عندك قابلية لأي شيء. جسدك كذلك بعد ما تلقمه شويه، بعد ما تحط فيه شويه من التمر وشويه وتتركه شويه، يصبح بعدين هو ينشط ويصير عنده قابليه انه يستقبل ما تدخله من اكل. واضح؟ واضح؟ واضح. يصير عنده قابليه انك لو دخلت فيه اكل، حتى لو دخلت فيه اكل سيء حيصير عنده شويه مناعه، يعني يقدر يصد لانه اقوى شويه. لكن بعد الافطار مباشره تكون صعودي صعب 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 جدا، لن تكون مجه. وهذا السبب، وهذا السبب انه في رمضان يفترض تكون انشط ينجع على وجه الارض، مو تكون اخمل ينجع على وجه الارض، فاهمني؟ هذا هو. طب كابتن سؤال، طبعا البرتقال اناناس كويس؟ ايه. كلهم كويسين. ليمون بس انت من تناس. اوكي. ليمون الليمون الليمون ممتاز جدا 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 جدا، يعتبر من المشروبات اللي تاخذه بعد العشاء، اوكي، بعد الشوط الثالث وليس الثاني ولا ليس الاول، بحيث انه يصبح مرخي ومهدئ. اوكي فهمتني؟ والحبحب ايوه البطيخ. لا في الليل يعني، مو في اخر الليل، يعني بعد الوجبه الثالثه، اوكي، بعد التمرين، اوكي، لانه يعتبر مرخي مهدئ للاعصاب ومرخي للجسد بالكامل، يخلي الجسد يرجع لحالة انه يستطيع ان يستوعب ماذا له وماذا عليه. صحيح. عرفت؟ ما شاء الله. هلا اللي احنا لما عم نحكي تعبت مثلا ليمون طول كذا والقائمه تطول. ماشي. ما قلت لك يمكن باخذ اربع ساعات خمس ساعات. طيب ما احنا بدنا قاعده عامه بحيث الناس هيك انه هيك انواع. وانا شوف يا سلام عليك، انا السبب انه ما تكلمت كذا لانه انا عارف انه في حضارات مختلفه من الناس بيشاهدوا فيها. فهمتني؟ في حضارة، في السوري، في اللبناني، في العراقي، في الكويتي، في البحريني، في اليمني، في السوداني، في من تركيا، في ما ادري من وين، عارف؟ فكثير يشاهدوا الفيديو، فبالتالي ما اقدر اظلم الناس اقول كذا وكذا وكذا. فهمتني؟ فالكل بيتشتت، هذا بيسال وهذا بيسال، فبالتالي تركت انه الموضوع مفتوح للكل، فانه خلاص. This no 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 no. الشيء اللي انا ما قلته no go ahead. فهمتني؟ هو هذا، يعني حتى لو قلت انا ممكن شيء عنده ما يعرفون عندهم اسم ثاني. اوكي زي سعيد ثقافتهم ما شاء الله في نيجيريا غير. خلاص؟ خلاص. بالنسبة لكابتن السمبوسة، ما هي تضمين العجنات والعجين نفسها؟ لأن شيء على شكل رقاقي. أحلى شيء، طيب أوكي. السمبوسة هي سؤال، انا بس سؤال معليش، يعني في ناس يسموها سمبوسه وفي ناس يسموها بحرف الشين شمبوش. شمبوش شمبوسه، ايش الصح؟ سمبوسه. سمبوسه بالسين صح؟ طيب عموما عشان ما حد يضحك علي لما نكلم ايش مشهوره سمبوسه، احنا نقول سمبوسه. اوكي اولا لانها تغلى في الزيت والزيت مضر، ثانيا لأن من فيها الرقاق والرقاق عجين، فبالتالي تصير ضررها أكبر من إيش وراها، ما جوة لحم طعم، فك اللحم خلصنا، عرفت كيف؟ فهمتني؟ لحم مفروم إيه. إيه ففي ناس يحبوها عشان مذاقها، في عشان تقرمش، يقول لك ودعايات عليها في التلفزيون إنها تقرمش، إنها ما وراها إلا الضرر. إن لم تريد أن تكون نينجا فلا بأس، كل كثر سمبوسة. اوكي عليها 100 اعلان، ولكن انا اردت ان تكون نينجا بعيد عنها. واضح؟ الشيء اللي كنت بقوله انا ايش هو؟ اللي قبلها قصدك؟ قبل السمبوسه؟ انا ليه اساس اسويها؟ عموما عشان بعض الناس يقول لك طيب ايش مناكل ومش ناكل؟ اذا هذا اللي ابغى اقوله كله، اذا فقط تبغى تكون نينجا. اوكي؟ فقط. انت بتكون نينجا، ما تبغى تكون نينجا كل ما تريد اكله، اي شيء يغلى في الزيت بعد اكله.
خلاص خلاص عشان ما حد يحاربني بعدين يقول لي والله طيب وحيرت انا الجدول هذا لمن يريد ان يكون نينجا تاكس غير كذا شيء عادي اي شيء فيه عجيب بعد عنه اي شيء فيه بودره بعد عنها اي شيء في سمنه ما سمنه بعد عنها انتهي خلاص حلا ما حلا ما في حلا لا جيلي لا كريمات ما كريمات لا قشطه لا احنا نقول له تطلي هو ايش اسمه ايش كاستر كاستر ما في كاستر ما في كراميلا عبد العزيز كراميلا ما ادري كراميلا ما في ايش اسمه اسمه هذا اللي تهز جيلي اوكي جيلي. ما في شيء حلا ثاني راس اسم هذا خلية نحل معجنات برضه اللي هي تعتبر من الحلا خلية نحل مو خلية نحل هم ايش يسمونها هي عبارة عن عجين خلوه كذا جوته حلا جوته حلا جبنة ما جبنة ما اوكي ما في جبنة ما في حليب حليب ما في ما في حليب حليب ما في حليب حليب نو واي الحليب تاخذه الصباح على ريقك الصباح فقط بس مو بريقك بعد المغرب الحليب ايه ما في حليب يا الله تاخذ حليب تاخذه بعد التمرين بطاطس مسلوقه الشباب تعقدوا بالحكي ما في تبغاني اكذب عليك اقول لك خذ لا لا بعدين. لا ناخذ الا الصحيح الشيء الحلو في الموضوع انه هذا كله مدته 30 يوم فقط بعد 30 يوم اشرب كل صباح اعتبر نفسك مسجون يا اخي في ناس في فريق ما يعرفوها لا في هذا ولا في هذا ولا في هذا انت بس انقطع النشار ورجع انتهينا خلاص بس ما في غازات ما في مشروبات باور هولز وباور حمار باور ما ادري ايش اسمه ما في ما في سنتو كودريد هذه ما في سنتو والله العظيم اتكلم جد ما في سنتو اوكي انت كمان ما في غوار ما يشرب غوار الا تشرب غوار عارف ما في نهائيا ما في اوكي في مويه في التمر الهندي وفي الشوربه وفي العصيرات الطازه وفي اوكي اي شيء سعرات حراريه عاليه اوكي اي شيء اعشاب اوكي اي خضروات اوكي اي فواكه اوكي اي فيتامينات اوكي اي بروتينات اوكي التخفيف من اللحم اوكي مو هو الاكثر شويه الابتعاد بعد كامل في رمضان او بعد رمضان عن جلد الدجاج الاكثار من جلد السمك الابتعاد عن فخذ الدجاج وسيخان الدجاج وأجنحة الدجاج والتركيز على الصدر فقط في جميع الأوقات التركيز على اللحوم البيضاء من اللحوم أسماك وغيره واضح كذا بشيء أوكي والتفاح التفاح التفاح هذا مقطع أخير خاص التفاح الناس اللي سألوني فيه كم طولت معيش الناس اللي سألوني قالوا له إنه إحنا حطينا عصير تفاح وأصبح الطعم مر جدا لا ينشرب أوكي أوكي وفي ناس قالوا لي ما أدري إيه ركز معي لو دققت في الفيديو اللي أنا سويته حق سر القوة مشات إني أنا استخدمت كأس كبير كأس كبير عشان كده أعطيتكم المقدار حق الخل فهذا كان يعتبر ذكاء مني أوكي ففي ناس يأخذوا كأسات كده ويحطوا فيها عصير تفاح كده ويحطوا عليها مقدار خل زي اللي أنا حطيته فبالتالي يصبح نسبة الخل أكثر فبالتالي يطلع مرارة وتطلع يجيب لك قرحة في المعدة ما في ضرر خل تفاح طبيعي ما في ضرر خل تفاح مصطنع ممكن يجيب لك مشاكل أوكي خل تفاح طبيعي أوكي لأنه الرسول أوصى فيه وأنا مجرب ومية في المية إن أردت أن تعرف الميزانية بالنسبة للأخ اللي من لبنان سألني والأخ اللي من الأردن سأل اللي يقول لي ما النسبة ما النسبة إن أنت خلك أستاذ لنفسك أنا ما أقدر أحدد كمية معينة كن أستاذ لنفسك خذ كاسة تفاح حط فيها تفاح طبيعي طازة مو شرط يكون كوكتيل أنا بصير في حتى عصير شو يسمونه عصير تفاح مراعي أو أي شيء عندنا في السعودية اللي مكتوب عليه تفاح 100% وليس كوكتيل
ضع علي خل تفاح شوية وأشرب. إن وجدت المذاق لاذع جدا كله خل، معناتك إيش؟ زودت الخل. المرة الثانية قلل. إن في المرة الثانية وضعت وطلع النسبة منعش، معناتك حطيت الميزانية صحيحة. إن وضعت لم تشعر بالخل نهائيا كله عصير تفاح فقط، معناتك لم تضع خل كفاية. واصل؟ فهمتني؟ فالمذاق الحقيقي يجب أن تشعر بعصير التفاح وبرضعة الخل الخفيفة اللي تعطي انتعاش. هذه هي الميزانية الصحيحة. ما أقدر أشرحها من خلال الفيديو، ولكن كل إنسان عنده خل التفاح. وعندك في رمضان كيف تستخدمها؟ بعد الوجبة الثالثة. أوكي. صلى الله عليه وسلم.